بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم للعلامة الشيخ صفوة نور الدين الرئيس الأسبق لجمعية أنصار السنة المحمدية. نكمل في المقالات النادرة في الرؤى والأحلام، واليوم معنا مقال جميل لشيخنا العلامة محمد صفوة نور الدين رحمه الله تعالى. هذا المقال نشره في مجلة التوحيد، وهي مجلة جماعة أنصار السنة، في العدد الثالث السنة 26 سنة 1997 1997 في ربيع الأول، من صفحة 14 إلى 19. يعني المقال نشر في سنة 97، يعني عمره 23 سنة للشيخ العلامة محمد صفوة نور الدين رحمه الله تعالى، تحت عنوان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. قال رحمه الله تعالى: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا، ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرا، ونوالي من يواليه ونعادي من يعاديه، ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمنا ولا سعيدا ناجيا من العذاب إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا، ولا وسيلة يتوسل بها ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها إلا الإيمان به وطاعته، وهو أفضل الأولين والآخرين وخاتم النبيين، والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت لوائه، وهو أول من يستفتح باب الجنة فيقول الخازن من أنت، فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، انتهى. ولقد كان خير من فهم ذلك وعمل بمقتضاه هم الصحابة الكرام ومن تبعهم من العلماء الأعلام وأئمة الهدى، فقد كانوا خير من فهم الكتاب والسنة وعمل بالهدي، فإذا اتفقوا على أمر فهو الحق، فإن أمته والحمد لله لا تجتمع على ضلالة، وما تنازعه فيه فقد أرشدهم ربهم على لسان نبيهم أن يردوه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن هذه المحدثات ادعاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وادعاء أنه يسمع من يسلم عليه ويرد عليه السلام، وإنما ذلك من المحدثات والضلالات التي لم تكن في الصحابة ولا في خيرة الأمة، بل هي من إضلال الشيطان لما طمع فيهم ولبس عليهم لما وقعوا في مخالفة الشرع، فأوقعهم فيما أوقع فيه من قبلهم من أهل الكفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأهل الهند
يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم، والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم، والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه. أما النبي صلى الله عليه وسلم، إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم. ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه هو وصاحباه، ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد انتهى. وقد كتب الشيخ عبد الرؤوف محمد عثمان في كتابه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلا بديعا جاء فيه: ولكن هذه الخرافة لم يصرح بها إلا المتأخرون، استغلالا منهم لظروف الجهل التي ضربت عقول المسلمين، فصاروا أسرى الخرافة والأساطير. وقد ذكر عمر بن سعيد التوني في كتابه الرماح إن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير في أقطار الأرض وفي الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته، لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم. فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها. وعلى هذه البدعة أسست طرق صوفية كثيرة سميت بالطرق المحمدية، لأنها كما يزعمون أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة في اليقظة، وذلك كالطريقة التيجانية والطريقة الأحمدية الإدريسية وغيرها من الطرق، كما بنوا عليها حضراتهم ومواليدهم، إذ تزعم الصوفية أن الحضرة التي يقيمونها سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها إما بروحه وإما يقظة بجسده وروحه. وكذلك المولد الذي يقرؤونه، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضره خاصة عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقومون لمجيئه ويقول قائلهم: جاء الرسول، حضر الرسول. وحتى يمعنوا في تضليل الناس بهذه البدعة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يراه إلا الكمل من العباد، أو من العباد لا يراه إلا الكمل من العباد، أما القاصرون والمنكرون فهم محجوبون عن رؤيته صلى الله عليه وسلم. واعتقادهم في هذا يشبه اعتقادهم في القطب الصوفي المغيب عن الأبصار الذي لا يجتمع به إلا كبار الأولياء على زعمهم، مثلما يعتقد الشيعة في الإمام الغائب المنتظر انتهى. فحديثنا اليوم حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومسند أحمد والطبراني والحاكم في مستدركه من طرق عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأنس بن مالك وأبو جحيفة وعبد الله بن عمرو. وألفاظ الحديث متقاربة تدور حول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، وفي رواية: فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، وفي رواية: فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورته، أو فإن الشيطان لا يتكونني، وفي رواية: فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني.
فإن الشيطان لا يتراءى بي. وزاد في بعض رواياته: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمقصود من الأحاديث أن رؤيته صلى الله عليه وسلم ليست باطلة ولا أضغاثا، لأن الشيطان لا يتمثل به. سنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بقية مقال الشيخ العلامة صفوة نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.